الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، الإخوة المشاهدون، نسعد بلقائكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سؤال وجواب المتخصص في عرض فتاوى العلماء على الأسئلة المهمة التي يطرحها بعض المتابعين. نستهل هذه الحلقة بسؤال السائل، يقول: يستدل الصوفية على جواز التوسل بالصالحين بتوسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، فما هو توجيه هذا الكلام؟ أولا، التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. أما التوسل المشروع فيكون إما بأسماء الله تعالى وصفاته العلى، كان يقول القائل: يا رحمن ارحمني، ويا غفور اغفر لي، وهكذا. النوع الثاني أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح، أي أن يدعو الله سبحانه وتعالى بعمل صالح أي موافق للكتاب والسنة، يحسب أنه أخلص فيه، كقول الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت، عمل صالح، واتبعنا الرسول، عمل صالح، فاكتبنا مع الشاهدين، دعاء، قدم بين يدي الدعاء عملا صالحا يذكر عمله الصالح: آمنا بما أنزل، اتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع أن يتوسل الإنسان بدعاء أخيه المؤمن الحي القادر على الدعاء، حي وقادر على الدعاء أي موجود، فيدعو الله تبارك وتعالى لأخيه، كما دعا أويس القرني لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مع أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أفضل من أويس القرني، وعمر صحابي رضي الله عنه من العشر المبشرين ثاني الخلفاء، مع هذا طلب من أويس أن يدعو الله تعالى له، فدعا له أويس رحمه الله، وأويس من التابعين. عموما، يدعو الإنسان لأخيه المؤمن. توسل عمر بن الخطاب بالعباس يدخل في هذا النوع من أنواع التوسل المشروع، أن يطلب المسلم من أخ له مسلم أن يدعو الله تعالى له، ما في إشكال، وليس هذا محل النزاع بيننا وبين الصوفية، لأن الصوفية يزعمون أن دعاء غير الله جائز ويسموه توسل. يعني لما تسمع عند الصوفية التوسل بالصالحين، ما هو التوسل المشروع المعروف؟ إنه الإنسان يقول لأخ مسلم له، أخوه المسلم يقول: لا، أدعو لي يا أخي، ربنا معك، يهديني، أدعو لي ربنا يرزقني حلال طيب، أدعو لي ربنا يزوجني، ينجح عيالي، يشفي مريضي، إلى آخره. ما هو النوع ده، إنما هم يجعلوا الدعاء دعاء غير الله، ينادوا إنسان غائب، أو يدعو إنسان فيما لا يقدر عليه إلا الله ويسموه توسل. يقول لك: يا البرعي ويا السمان ويا عبد القادر ويا البدوي ويا أحمد التجاني، يدعوه وهو غائب وقد يكون ميت، يدعوه من دون الله يسموه توسل. ده ما عنده علاقة مع التوسل، إنما هو شرك أكبر، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. طيب، الآن يلزمنا نثبت من حيث السنة والروايات الصحيحة أن توسل عمر رضي الله عنه كان من باب الدعاء، إنه العباس يدعو فقط، ما فيه توسل بالذات ولا توسل بالجاه زي ما بقول الصوفية. طيب، جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال:
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا فتسقنا أو فسقنا. الصوفي أخذ من كلمة كنا نتوسل إليك بنبينا، أخذ منها إن التوسل بالنبي أي بجاه النبي، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أخذ منها التوسل بجاه العباس. هذا الكلام باطل. ليه باطل؟ لما نرجع للسنة تبين لنا كيف كان الصحابة بيتوسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ بالنبي كيف كان بيتوسلوا. نرجع إلى صحيح البخاري حديث أنس رضي الله عنه، الأعرابي اللي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، حديث معروف، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت العيال وجف الضرع، فدعو الله سبحانه وتعالى، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله جل وعلا فنزل المطر كأفواه القرآن. وسقوا جمعة يعني أسبوع كامل، دخل الأعرابي مرة تانية والقصة معروفة. إذن قول عمر رضي الله عنه إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، نفهم بالسنة وش بالمزاج، وش ذول نتوسل إليك بنبينا خلاص يعني بذات نبينا، نتوسل إليك بجاه نبينا، لا لا لا. السنة اللي بتوضح لنا بنبينا أي بدعاء نبينا. أيوة طيب، نقول لهم جواب تاني كمان، لو قالوا إنا نتوسل كنا نتوسل إليك بنبينا معنى التوسل بالجاه، نقول لهم هل جاه النبي صلى الله عليه وسلم نقص منه شيء ولا ما في الآن بعد انتقاله إلى الدار الآخرة عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة لا، جاه باقي ومكانته عند الله سبحانه وتعالى باقية. إذن لو قلت التوسل بالجاه نقول لكم لماذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صحابي جليل ويفهم الشرع أكثر مننا بلا شك، لماذا عدل عمر بن الخطاب عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة إلى التوسل بالعباس، مع أنه جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس؟ واحدين يتفلسفوا يقول لك لبيان الجواز، عشان يبين لنا أنه بيجوز نتوسل بالجاه وبيجوز نتوسل بالدعاء. لا، مش لبيان الجواز ومش لبيان جواز التوسل بالمفضول في حضور الفاضل. ليه؟ من أوده، أولا كانوا في حالة جدب وقحط شديد، حتى العام ذاك سمي بعام الرمادة، الناس جايعة ما لاقين يأكلوا، الأرض كالرماد. تقول لي في وقت زي ذا يجي عمر الخطاب رضي الله عنه يتوسل بالمفضول، مع وجود التوسل بالأفضل والناس في حالة جوع وفي حالة ضنك من العيش، ده بعيد. بعدين عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، هذا العلماء قالوا فيه إشارة إلى الاستمرار، كنا نتوسل إليك بنبينا يدل على استمرار الفعل. مسألة أخرى تبين أن التوسل إنما هو توسل بالدعاء، أن العباس رضي الله عنه لما قال عمر رضي الله عنه والآن نتوسل إليك بعم نبينا، العباس ما جلس بس في مكانه فقط ويتوسل بجاه العباس فقط، لا، قام العباس ودعا، كما بين ذلك ابن حجر برواية صحيحة نقلها الزبير ابن بكار في كتاب الأنساب رحمه الله تعالى، أن العباس رضي الله عنه قام فقال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، اللهم هذه نواصينا إليك بالدعاء، فنزل المطر. إذن دعا العباس. فنقول الأثر إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا فيها محذوف، محذوف يقدر، الصوفية يقدروه بالجاه، نتوسل إليك بنبينا أي بجاه نبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا أي بجاه عم نبينا. وفي رأينا أهل السنة التوسل يكون مش بالجاه،
إنما التوسل بالدعاء. نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء نبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا. ليه نحن قلنا حجتنا شنو؟ في إنه التوسل بالدعاء لما ثبت إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وثبت أن العباس دعا، فليس هنالك مجال أبدا للصوفية للاستدلال بهذا الأثر في إنه التوسل يكون بالذات أو التوسل بالجاه أبدا. ولفعل عامة الصحابة وأهل القرون المفضلة ما كانوا يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا أبدا يدعون غير الله أو يتوسطون بغير الله لله تبارك وتعالى في هذه المسألة، كما ثبت عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه توسل بأحد التابعين وهكذا. طيب، السائل يقول: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وما هي صفته؟ وهل تصح الصلاة خلف من يقنت؟ القنوت يا أخواننا الموجود عندنا في صلاة الفجر، العلماء عندهم فيه أقوال، وأخص بالقنوت القنوت الدائم في صلاة الفجر بصورة دائمة. بعضهم يكون جهرا، والغالب عندنا سرا قبل الركوع. حكم هذا القنوت عند الأئمة الأربعة، عند الشافعي وعند أحمد، أنه مستحب، لما جاء عن أنس أنه سئل رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر، قال: نعم. قيل: أقبل الركوع أو بعده؟ قال: بعده يسيرا. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى الكوفي، قال: هذا بدعة القنوت ولا يستحب ومنسوخ، لما جاء عن أبي مالك الأشجعي أنه سأل أباه قال: يا أبا صليت، يعني أبوه اللي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وخلف علي رضي الله عنه بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث، يعني هذا محدث. لذلك قال أبو حنيفة هو منسوخ وبدعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: القنوت يكون في النوازل. فالقول ده قول وسط بين القولين، اللي يقولوا بدعة واللي يقولوا يعني كل بدعة ما في قنوت، واللي يقولوا القنوت يكون بصورة دائمة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه يكون في النوازل، يعني لما تنزل بالمسلمين عامة نازلة كبيرة في البلد يقنط الإمام. واستدل بما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. إذا مربوط بدعاء لقوم أو على قوم، فيدل على أن القنوط يكون في النوازل، ولآثار كثيرة ثبتت في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على طوائف وقبائل من العرب، فنزل عليه كما جاء في الصحيح قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، كما دعا على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزل: ليس لك من الأمر شيء. عموما الصحيح من الأقوال أن القنوت يكون في النوازل فقط بضوابط. الضابط الأول: أن يكون بعد الرفع من الركوع. الضابط الثاني: أن يكون جهرا. الضابط الثالث: أن يكون في جميع الصلوات، مش في الفجر براو، في جميع الصلوات. الضابط الرابع: أن يكون القنوت بإذن من الإمام، وهذا ما رجحه بعض أهل العلم، أي الذي يقرر إن الأئمة يقنط في البلد يكون بإذن من الإمام، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وكذلك الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله تبارك وتعالى. إذن يا أخواننا الخلاصة عندنا القنوت يكون في النوازل، أما القنوت بصورة دائمة في صلاة الفجر سرا كان أو جهرا بصورة دائمة، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت عن الصحابة بصورة دائمة، ولا ثبت
بدليل يرجع إليه، إنما رجحه بعض الأئمة لما اجتهدوا فيه من أقوال أو من القول المأثور عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم قالوا الصلاة خلف من يقنط صحيحة، ما تبطل، قالوا لأن هذه من المسائل التي فيها اجتهاد، فما تبطل الصلاة، الإنسان يصلي، لكن الأفضل ألا يصلي خلف إمام يقنط بصورة دائمة، وإنما يصلي في مسجد آخر إن وجد. هذا خلاصة ما في هذه المسألة. السائل يقول ما حكم الانتماء لجماعة التبليغ، وهل تنصحون الشباب بالخروج معهم، وما هي المآخذ عليهم؟ جماعة التبليغ من الجماعات المنحرفة في الساحة الضالة التي حذر في الجملة منها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، تدخل جماعة التبليغ من ضمن هذه الفرق المنحرفة كما قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى لما ذكرت له جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، قال الاثنين ديل يدخل في الجماعات المنحرفة الموعودة في الجملة من بالنار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده ما يقتضي التكفير زي ما في ناس يفهموا، مما تقول له كلام زي ده يقول لك خلاص كفرتوم ومرقتوم من الملة. نحن نقول هذه جماعات منحرفة زائغة، الوعيد بالنار هذا من نصوص الوعيد، وما يفهم منه انه كل شخص منهم حكمنا عليه بدخول النار، لا ابدا، دي من نصوص الوعيد اللي يحكم بها وتطلق هكذا اطلاقا. اما بعد ذاك كونه كل شخص منهم في النار او في الجنة هذا امر لله تبارك وتعالى، لكن الفكر منحرف، الجماعة منحرفة، الجماعة زائغة باطلة. مؤسس محمد إلياس الكندهلوي المولود سنة 1302 هجرية، هذا الرجل صوفي عقيدة، متصوف، حنفي مذهبا، أشعري أيضا في مفهومه لمسائل الإيمان. هذه الطريقة تقوم على 4 طرق صوفية، عشان ما تتخدع انت تلقاهم عندهم لحى ما شاء الله على السنة، وبعضهم يلبس قصير، وبعضهم يشيل المسواك علامة من علامات السنة وكذا، ويتحروا صلاة السنة وقيام الليل، وتشوف عليهم بعض مظاهر السنة تقول ما شاء الله والله الناس الناس طيبين وعندهم سمت وعندهم أخلاق وأدب كذا ما شاء الله، فخلاص طوالا نمشي معهم. لا، هذه الجماعة جماعة التبليغ في أصل عقيدتهم ينتمون إلى 4 طرق صوفية، 4 طرق صوفية، طريقة النقشبندية، طريقة القادرية، الطريقة السهروردية، الطريقة الجشتية، 4 طرق صوفية. لذلك قال عنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى جماعة التبليغ هم صوفية عصرية. المؤسس وضع لهم أصولا تقوم عليها بسموها الأصول الستة عندهم، تلقى في دعوتهم بيركزوا على الأصول الستة بتاعتهم دي. طيب نشوفها. الأصل الأول عندهم قالوا تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ده الأصل الأول. تحقيق الكلمة الطيبة عندهم لما تسمع هذا الشعار ما شاء الله شعار طيب، تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله ما شاء الله. طيب هل هم بحققوا هذه الكلمة؟ عندهم الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة هي عبارة عن جزء منا، يدعو إلى جزء من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية، أن الله خالق ورازق ومحي ومميت ومدبر للكون، وهذه الأشجار والأنهار وما حولنا وكذا وكله دخله ربنا سبحانه وتعالى. يركزوا على هذا الجانب من التوحيد ويعتبروا أن هذا هو التوحيد وهذه الكلمة الطيبة كلها، هذا جزء من التوحيد. نقول لهم وبصراحة هذا الجزء من التوحيد أقر به المشركون الأوائل واعترفوا به ودانوا به، وما دخلوا في مسمى الإيمان أبدا، ما كانوا مسلمين ما عاد حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأخرجهم من ديارهم، مع أنهم كانوا يقرون بهذا النوع من أنواع التوحيد كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن مشركون الأوائل كانوا مقرين
بهذا التوحيد اللي بتدعو له جماعة التبليغ الليلة، لافين بالمساجد وشايلين عفش ويتلموا في المسجد. طيب انت تدعو لشنو؟ يقول لك تحقيق الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هل هي اللي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا الكلمة الطيبة هل متفق معك فيها أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وغيره من الكفار والمشركين؟ كانوا متفقين معك فيما تدعو إليه أنت الآن. إذن ما هذه الكلمة الطيبة؟ ما هذه؟ ولذلك محل النزاع في التوحيد توحيد العبادة. تقول للناس أعبدوا الله وما تعبدوا معه غيره، وده مشكلتنا الآن في البلد دي. لو انت جيت تكلمت لأي زول في مسجد قلت له يا أخي أعبد الله وربنا خلقنا ورزقنا ومحي وميت ما عنده مشكلة، قلت له نعبد الله ما عنده مشكلة. لكن ما تقول له ما تعبدوا معه غيره، زي الناس اللي بتعبدوهم انتوا دي، الناس الكباشي والبرع والجماعة دي، ما تعبدون مع الله، بتدور المشكلة ويضربوك في الجامع وتحصل كل شيء. ليه؟ لأن النزاع وين؟ في مسألة ألا يعبد مع الله أحد. هذا هو النزاع. وجماعة التبليغ ما بيدعوا لهذا الجانب، بل هم عندهم خلل هم أنفسهم في هذا، لأنهم زي ما قلنا بنتموا ليه طرق صوفية. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بيحكي قال دخل قدم نصيحة في بعض المساجد عن التوحيد، خرجوا من المسجد جماعة التبليغ، كانوا قاعدين خرجوا من المسجد كلهم، وعشوية يقول لك نحن بندعو إلى الكلمة الطيبة، هذا عبارة عن خداع وغش. الأصل الثاني عندهم الصلاة ذات الخشوع، طيب ما في مشكلة. الأصل الثالث عندهم قال العلم بالفضائل للمسائل مع الذكر، طبعا هم أعداء العلم، يقول لك العلم بالفضائل ممكن يقعد يدرسك عن فضائل الصلوات النوافل، فضائل صلاة الليل وفضائل الذكر وفضائل، ما في مشكلة إذا كان على السنة ما في مشكلة. طيب أها، قال العلم بالفضائل للمسائل، إذا ما يحب العلم بمسائل العلم، تفصيل مسائل العقيدة مسائل الفقه مسائل، يعتبر هذا من الرياء ومن التكبر. طيب وهذا أصل الضلال، أن يتنكر الإنسان على العلم أصل الضلال، لأن الضلال يأتي للإنسان من البعد عن العلم، والشيطان مما يلقى الإنسان جاهل بعد ذاك يستفرد به ويضله. قالوا مع الذكر يعني يذكر الله كثير، الذكر إذا كان على السنة فطيب، إكرام المسلم عموما هذا أصل طيب، مع أن الأصول دي وإن كان فيها أشياء طيبة لكن ما بنقرهم على وضع هذه الأصول، لأن هذا الأصول اللي وضعوها وإن كان فيها أشياء طيبة، يعني لم نقول حرام إكرام المسلم ما حرام، ولم نقول الصلاة ذات الخشوع ممنوعة لا، لكن نقول تأصيل هذه الأصول ممنوع. لماذا؟ لأنهم لم يسبقوا على هذه الأصول، لابد الأصول أن تكون ثابتة بالقرآن بالسنة بفهم سلف الأمة من أهل القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان، ممتاز. فعشان كده زول يفرق بين الأشياء دي. أنا لما أقول ده ما في شيء، ما معناه أنه أنا بوافقهم على الأصول دي، أنا ما بوافقهم على أي شيء من أصولهم دي. طيب تصحيح النية ما في إشكال، الدعوة قال إلى الخروج في سبيل الله، الخروج في سبيل الله أنتم بتخرجوا ليه؟ عشان تعملوا نفوس حساء يعني، ولا أنتم بتخرجوا عشان تقدموا رسالة للأمة؟ إذا كان هذا الرسالة اللي بتقدموها يا هل اللي بتعملوا أنتوا دي ما تخرج أصلا، أقعد في بيتكم ألزم بيتك أفضل لك. أما لو أنت بتخرج في سبيل الله، أنت معلم داعية يعني، معلم تعلم الناس التوحيد الصحيح، تعلم الناس، ما في إشكال، طيب جدا أخرج في سبيل الله، في أجر عظيم جدا. لكن الخروج عندهم خروج مبتدع مربوط بأيام، يقول لك 40 يوم تطلع، 40 يوم وتطلع 3 يوم و7 يوم وكذا، مربوط بعدد معين، العدد ده بدعة، لأن دائما العبادات لما تربط بأعداد محددة ومعينة لا بد فيها من الإثبات ولا بد فيها من الدليل. الخلاصة جماعة التبليغ جماعة منحرفة وباطلة، ولا يجوز أحد أن ينتمي إليها أبدا، بل يحذر منها ومن الانتماء إليها. السائل يقول ما حكم الدعاء، ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلوات؟ الدعاء الجماعي بعد الصلوات بصورة جماعية زي ما معروف عندنا هنا، أول ما يخلص الإمام يقبل على المأمومين ويدعو ويؤمن خلفه، بهذه الصورة بدعة ما ثابت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا بصورة أخرى من صور الدعاء الجماعي أصلا ما ثابت، إنما الثابت الذكر المعروف بعد الصلوات من التسبيح والتحميد والتهليل،
من التسبيح والتحميد والتكبير، وبعد ذلك قراءة سورة قراءة آية الكرسي، والإنسان يقول بقية الأذكار المعروفة بعض الصلوات. هذا محمود وثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعاء جماعي ده غير موجود وغير ثابت أبدا. طيب واحد طوال يقوم يسأل يقول لك ما في دعاء جماعي يعني يا مولانا؟ أي ما في. الدليل شنو يقول لك؟ لا أنا ما تسألني تقول لي الدليل شنو؟ أنا اللي بسألك. أنت قلت في دعاء جماعي، أنت جيب الدليل. مش أنا اللي بجيب لك. لا لا لا. أنا ما أثبت عبادة. الذي يثبت العبادة هو الذي يثبت الدليل عليها. دي قاعدة مهمة، لأنه كثير من الناس بيتصلوا علي ألو طيب في الدعاء الجماعي بعد الصلاة كيف؟ تقول لا ما ثابت، بدعة. يقول لك الدليل شنو؟ ما أنا بجيب دليل. أنت اللي قلت فيه تجيب الدليل. لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث معاذ: إني أحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العلماء قالوا كما قال علامة ابن باز: دبر الصلاة يقصد به أحيانا داخل الصلاة آخرة، داخل الصلاة، لكن زي دبر الفرس ودبر الحمار اللي هو جزء منه يعني ما خارج عنه، جزء منه في آخره، ويقصد به أحيانا بعد الصلاة. أما هنا يحمل الحديث دبر الصلاة أي داخل الصلاة بعد ما يتشهد الإنسان، انتهى من التشهد، يقول الدعاء المأثور الاستعيذ من الأربعة المعروفة: أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب جهنم، فتن المحيا والممات، فتن المسيح الدجال. وبعد ذاك يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد ذاك يدعو لنفسه بما يشاء. هذا هو الصحيح المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء الجماعي بعد الصلوات غير مأثور وغير وارد. إذا كان في النافلة، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول من غير أنه يعتاد عليها، لكن يحتاج يدعو بعد النافلة مش الفريضة، يدعو بعد النافلة من غير أن يداوم على ذلك، له أن يدعو ولو رفع يديه فلا بأس بذلك. وحتى بعض الصلوات المفروضة لو كان ما بصورة جماعية، يرى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه أحيانا إذا احتاج أن يدعو بعض الصلاة المفروضة لكن ما بصورة جماعية لنفسه، إذا كان في حاجة نسي أنه يدعو في حاجة مهمة فيدعو لها، فقال ما في بأس بالدعاء. قال تحمل بعض الروايات التي جاء فيها دبر الصلاة على الدعاء أحيانا بعد الصلاة المفروضة أو بعد الصلاة النافلة أحيانا، ما فيه بأس، لكن بصورة جماعية كما عندنا هنا في السودان وفي كثير من البلاد الإسلامية هذا بدعة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا نكتفي بهذا السؤال في هذه الحلقة. أستودعكم الله تبارك وتعالى، وإلى أن نلتقي في حلقة القادمة. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا